ان امريكا ربما حتى بالصخب الاعلامي اللي قاله ترامب وربما استفز الدواعش عن كلامه عن بغدادي وانه بيصرخ والكلاب وما شابه ذلك، اعتقد ان هذا الكلام ربما يستفز الذئاب المنفرده لمحاوله الرد على كلام ترامب. حضرتك باحث متشكك في فكره السديري الناسف للبغدادي. انا اعتقد انه كان في رغبه حقيقيه زي ما عمل مع بن لادن على انهاء حياته، فكره الحصول على البغدادي حي اعتقد لن تكون مطلوبه لان محاكمته ستكون الاضواء مسلطه عليها وبالتاكيد سيقول معلومات ربما مهمه وربما لان استمرار يعني اين كانت امريكا والمارينز والبغدادي يخطب من على مسجد النووي في البصرة وليه كانت تحت سيطرته من 2003، العراق كانت تحت السيطرة الأمريكية من 2003، كيف خرج وسيطر على هذه المدن ويخرج إلى قمة المسجد ويخطب في الجماهير بهذا الشكل ويعلن خلافاته، وأين كان الأمريكان وقتها؟ فحضرتك شايف إن هم صفوه مش هو فجر نفسه؟ أعتقد كان في رغبة مهمة لتصفيته، فكرة إن هو البغدادي يلبس حزام ناسف ويفجر نفسه، هذا الكلام يعمله الأعضاء الصغار داخل التنظيمات المتطرفة والإرهابية، إنما القادة لا يفعلون ذلك، وفكرة إنه بكى وعيط وصرخ والحاجات دي أعتقد مهما كان طبعاً تنظيم داعش تنظيم متطرف ومارس أبشع التصرفات سواء قتل المسيحيين في ليبيا أو الكساسبة أو قتل صحفيين مدنيين بشكل البشع اللي عملوه أو التلاعب بالرؤوس أو اغتصاب النساء الأزيديات، ارتكب بشائع وجرائم، ولكن لابد أن نكون موضوعيين، لن يكون البغدادي من يفعل ذلك، يعني فكرة الانتحار بهذا الشكل أو انتحار زوجاته، وفي تضارب في الأقوال، يعني هو بيقول إن المعلومات خدناها وأسرته بتهرب إلى تركيا، وفي نفس الوقت بيتكلم ان النساء تم انتحارهم بأحزمة ناسفة والاطفال ماتوا، كيف كانت اسرته تعرف؟ هو في كل الاحوال خلصنا منه يعني، وده خبر جيد، انما السؤال اعتقد ان الامريكان كانوا راغبين في انهاء حياته ولا تعرض لمحاكمه علنيه. انما السؤال النهارده وانا ببص في معلومات عنه تاني، كان في فيديو للشيخ القرضاوي يتحدث انه ازاي البغدادي ده ينحدر الى فكر الاخوان، ولما تروح لأسامة بن لادن والزواري تلقاه ينحدر الى فكر الاخوان، كلهم نهايتهم اخوان، يعني كل الارهابيين الكبار دول شاربين من يعني البوتقة الاخوانية. تفسيرك ايه؟ الفكرة الاساسية اللي هي الايديولوجيا بقى اللي انا بقول انها بتمتد وتتجاوز التنظيمات ربما الى جزء من المجتمع، إن هو البنا لما ما سقطت بنا تسمى بين قوسين الخلافة العثمانية، وأنا أعتقد أنه كان غزو عثماني وليست خلافة حتى بمنطلق التراث، يعني إن المفروض الأئمة من قريش يعني زي ما بيقولوا أو زي ما بيدعوا، يعني إن هو جه 28 حسن البنا قال لك مشروع الخلافة وادعى أن الرسالة النبوية لم تكتمل وإن هو المفروض يسيطر ما أطلق عليه أستاذية العالم، هو كان بيتكلم عن الأسرة المسلمة المجتمع المسلم الدولة الإسلامية الخلافة الإسلامية أستاذية العالم. حسن البنا كان يتوهم أنه يريد أن يحكم الكرة الأرضية سياسيا وعسكريا ويفرض الجزية على الأغيار وما شابه ذلك، أوهام حسن البنا كانت السيطرة على العالم وأن الرسالة المحمدية لم تكتمل، فإحنا بنكتوي بهذا الفكر لغاية أبو بكر البغدادي، ولسه الفكرة دي هو لم يطبقها إلا البغدادي، يعني حاول يطبقها حسن البنا في اليمن سنة 48 لما جاب عبد الله الوزير بثورة وقتل الإمام يحيى في حادث كده وانتهت بعد شهر عندما رفضت المملكة السعودية ومصر هذا الفعل الإجرامي اللي عمله حسن البنا وقتل الإمام يحيى وعياله، واستمرت الفكرة قائمة مع سيد قطب ومع غيره لغاية ما نفذها البغدادي في 2014، مع أن الظواهر نصحوا أنه سيطرش على الأرض لأن أنت هتبقى هدف ثابت ولن تقوى على الطيران الأمريكي وليس في أمريكا دفاعات جوية وستكون هدفا سهلا، ونصحوا ما يسيطرش على الأرض، يعني القاعدة وداعش وغيرهم هي أساسها. أنا لسه حتى بالصدفة حسن بنا 28 فكرة الخلافة وأسرية العالم يا سامح بالصدفة حتى كنت بشوف الشخص اللي هو جايبين صورته وكان واخد مجندة كردية واخدها يتبعها، طلع هذا الرجل ينتمي إلى تنظيم من تنظيمات الإخوان اللي متحالفة مع تركيا، يعني الإخوان تنظيم دموي بكل المقاييس ويحاولون دائما ان هو يبيعوه لنا ان هو تنظيم سلمي، يعني حتى لا هو فكرة العنف المؤجل والعنف الآني بيحددوا المواءمات اللي بيتعامل معها الإخوان.
وممكن يقول لك هنا في مصر هو الشاب ده، حتى الشاب ده لما قالوا هو مين، طلع بيتبع لميليشيا من ميليشيات اللي تبع للإخوان المسلمين اللي متحالفة مع تركيا، اللي كان واخد الفتاة اللي لا حول ولا قوة لها عشان يذبحها. يا فندم سيد القطب كان مكفر كل المجتمع وبيقول ان انت لازم تعمله من جديد ولازم تشهدوا ان لا اله الا الله مره اخرى، وكان بيتكلم ان احنا لسه في الدعوه السريه في مكه ولازم نهاجر، وعايز يعمل محاكاه للفتره النبويه ان في فتره دعوه سريه وطلع والناس تشهد من جديد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، والناس كلها كفره. ده كان هذا معتقد سيد قطب اللي هو يعتبر المنظر الثاني والاساسي والمهم لدى كل هذه التنظيمات الارهابيه اللاحقه، فكره الحاكميه وحاكميه الله وحاكميه البشر، وهو بيعتقد ان هو البشر ما يحكموش وان هو عايز يحكم باسم ربنا. هذا الدستور اللي حطه معانا في الطريق وحطه في الظلال في سوره الانفال وسوره التوبه في مقدمتهم، سيد قطب هو ده اللي اثر في كل هذه الاجيال اللاحقه. وطبعا هو كان نفس افكار حسن البنا، بس هو صاغها بشكل لغوي اكثر جاذبيه واكثر في درجه من درجات اللغه، يعني اللي هي فيها اللي هو كان متمرس فيها كشاعر وكاتب. سامي عيد الباحث في شؤون الجماعات الاسلاميه، بشكرك شكرا جزيلا.